بوجه حزين تستعد تعز لاستقبال شهر رمضان هذا العام، حيث مظاهر البهجة التي ظل السكان يتصدعونها في سنوات الحرب والمعاناة تتقلص سنة بعد أخرى. السنة السادسة من حصار تعز، ويأتي علينا رمضان نستقبله كالعوام السابقة بالفرحة والبهجة وارتفاع كذلك ارتفاع أسعار جنونية وأغلاق الطرقات وحصار تعز حصار شديد. نحن محاصرين لنا 5 سنين ونحن نعاني من الحصار والجوع والغلاء بالأسعار، وفي ظل هذه الظروف في الأشهر الماضية عانينا من أثر الفيروس الذي حدث خوف في المواطنين، أحدث رعب وخوف وقلق وهلع في المواطنين. يعني نحن سنستقبل رمضان في ليست ببهجة ولا بفرح، سنستقبله بشبه حزن بسبب الغلاء الأسعار وارتفاع الأسعار وعدم توفر المواد الغذائية اللازمة لاستقبالنا بشهر رمضان الكريم. 5 أعوام اتسعت فيها رقعة المعاناة وتدهورت فيها الأوضاع المعيشية، كما أن الحصار الذي تفرضه الميليشيات الإنقلابية على مداخل المدينة هو الآخر ضعف من أوجاع المواطنين، لتبدو أسواق المدينة فارغة بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية والمشتريات التي اعتاد الناس على شرائها كأحد مظاهر الشهر الفضيل. نستقبل رمضان هذا العام بغلاء فاحش وعدم قيام السلطة المحلية بواجبها تجاه ارتفاع هذه الأسعار، حيث يستغلون ارتفاع أو هبوط سعر الريال اليمني فيرفعون الأسعار إلى أعلى حد، فإذا هبطت العملة لم تعد إلى ما كانت عليه سابقا. رمضان السنة غير كل سنة، بيكون مع الغلاء، مع غلاء أسعار المواد الغذائية، مع انعدام الغاز، مع قفل الطرقات بسبب كورونا، واللهم صل على محمد. رمضان بفتحوا لناش الطريق المنفر للبضاعة اللي كي تدخل، يجيبوها الطريق الساحلي بسبب الغلاء. الغاز هذا طبعا مهلوش، سارب على مسابرة. صلاة التراويح هذه السنة الله يعين الأحلام بسبب الأمراض، يمكن 80% 90% ما يكونش عندنا صلاة تراويح أو مغرب عشاء. السلطات المعنية غابت عن القيام بواجباتها في رقابة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق التجار من الذين يتلاعبون في الأسعار في هذه المواسم، إذ تركت المواطن يواجه مصيره بين فكي ظروف الحرب والحصار من جهة، ومن جهة أخرى جشع التجار واحتكار السلع. مع ترقب شهر رمضان الفضيل يترقب المواطنون هنا لحظات الخلاص من الحالة التي تعيشها المدينة في ظل الحصار والحرب وتكرار المناسبات منقوصة الفرحة كرمضان وغيره. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.